ما انا عملت شغل جميل جدا في هنا التترات، او اقدر اقول السينما، يعني الحقيقه تجربتك الجميله جدا في فيلم عسل اسود، الاغنيه البديعه اللي عملها موسيقاها المايسترو العظيم عمر خيرت. طبعا طبعا. كانت تجربه، جات ازاي الفكره في فيلم عسل اسود؟ والله هو استاذ عمر خيرت يعني الغالي على قلبي جدا جدا، كان يعني سبب السعاده بالنسبه لي ووش الخير فعلا. هو كان سمعني في مكان والحمد لله اعجب بصوتي وكده، ووعدني ان قريب قوي هيكون في حاجه حلوه هتنتظرك يعني. فانا افتكرت انه مجامله بصراحه، بعد كده اتفاجئت بان استاذ عمر بيكلمني فعلا وبيقول لي في فيلم مع النجم الكبير جدا احمد حلمي وعايزك تغني الاغاني بتاعته من الحاني وكده. فسعاده ما بعدها سعاده طبعا. وجت بقى فيها حاجه حلوه، وبعد كده كمان النجم احمد حلمي طبعا الجميل جدا حس ان هو محتاج اغنيه تانية عشان يعبر عن الموقف الدرامي بتاع المشاكل اللي حصلت له وكده، فقال انا عايز اغنيه تانية، وعملنا اغنيه بالورقه والقلم. فكان ليا الحظ ان انا اتعاملت مع كبار جدا جدا، يعني اغنيه فيها حاجه حلوه طبعا الشاعر الكبير ايمن بهجت قمر، ولحن طبعا استاذ عمر خيرت، بالورقه والقلم كلمات الشاعره الجميله نور عبد الله، ولحن استاذ محمد يحيى.